آخر مستجد في قضية التآمر بعد 6 أشهر يعني من انطلاق هذه القضية هو إصدار قاضي التحقيق قرار بالتمديد في مدة الإيقاف التحفظي لمدة جديدة لمدة 4 أشهر بعد ما قضاه 6 أشهر في السجن. قاضي التحقيق وللأسف ورغم أن جميع يعني الاستقرائيات اللي قام بها في هذا الملف وكلما حفر نحو الحقيقة تبين له أن هذا الملف فارغ وهذا ما تأكد لنا، ولكن للأسف هذه القضية لا تخضع إلى المنطق القضائي السليم، بل بقدر ما هي اليوم موجودة تحت ضغط السلطة السياسية اللي هي وجهت هذه القضية منذ الأيام الأولى وإلى حد هذا اليوم. هو إذا نحكيه على المستوى الإجرائي البحث لهذه القضية انطلقت بإعلام من مأمور الضبط العدلية من الشرطة إلى وزيرة العدل، والحال أنه البداية في أي قضية يتم إعلام النيابة العمومية والنيابة العمومية تم تعهيدها عن طريق وزيرة العدل. هذا المؤشر الوحيد فقط ومنذ البداية يؤشر إلى أن السلطة السياسية هي اللي أثارت التتبعات في هذه القضية، وهذا ما تأكد تباعا من تصريحات رئيس الجمهورية اللي كانت يعني متتابعة ومتواترة واللي أكدت بشكل صريح وواضح أنه تدخل في سير هذه القضية. نحب نذكر اللي بعد 3 أو 4 أيام من الإيقافية توجه بنفسه إلى وزارة الداخلية وتحدث عن هذه القضية، قدم عديد من التصريحات في قصر قرطاج، استقبل وقتها وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين ومدير الأمن للحديث عن تطورات الأبحاث في هذه القضية. يعني هذا بشكل واضح وصريح أكد أنه هذه القضية المنطلق بتاعها كان سياسي بحت، وهذا ما تأكد لنا تباعا. قرار الإيقافات كانت حاضرة منذ البداية، وجميع الأعمال اللي قام بها قاضي التحقيق تلك 6 أشهر أكدت أنه هذا الملف فارغ، ولكن للأسف القرار مش بيد قاضي التحقيق ولكن بيد السلطة السياسية اللي واضح خذت قرار في استهداف المعارضين لأنهم مارسوا حرياتهم، حرية الرأي، حرية التعبير وحرية الاجتماع، وهذا ما يؤكد التوجه السلطوي للسلطة اليوم. ورئيس الجمهورية اللي يقدم في خطاب مؤامراتي وادعاء أن كل معارضيهم عملاء وخونة كان بحاجة إلى ملف، وتم فبركة هذا الملف في أروقة وزارة الداخلية في كل الأحوال. نحب نذكر اللي المعتقلين اليوم الموجودين في السجن المدني بالمرنقية هم سياسيين عرفوهم التوانسة، يعني كانوا وزراء ونواب، ونقطة الاشتراك بيناتهم انهم معارضين لإجراءات 25 جويلية وقاعدين يتحركوا يعني بصفتهم السياسية سواء كانوا مستقلين او متحزبين لمواجهة هذه الإجراءات والعمل على توحيد المعارضة لاستئناف المسار الانتقال الديمقراطي. طبعا في هذا الإطار كانوا يمارسوا في حريتهم، حرية التعبير في وسائل الإعلام، يقدموا في تصريحات، يشاركوا في مسيرات ويقوموا في اجتماعات ببناتهم لإطلاق مبادرة حوار وطني. ولكن يبدو أنه رئيس الجمهورية اللي يعتقد أنه أي معارض ليه هو خائن وعميل خذ قرار واضح وصريح، وهو خرج وأعلن عنه بنفسه في الاستهدافهم وتم فبركة هذا الملف. بالنهاية يعني لما نتحدث على ملف فارغ وهذا ما اطلعنا عليه كهيئة الدفاع منذ الأيام الأولى، تبين أن الأمر يتعلق بممارسة حرية عامة لسياسيين، ورئيس الجمهورية ذاق ذرعا يعني بممارستهم لحريتهم وقرر تلفيق جملة من التهم الخطيرة جدا، قانون الإرهاب بالمجلة الجزائية عبر جرائم التآمر على أمن الدولة الداخلي والتآمر على أمن الدولة الخارجي. وهذا للأسف يكشف على التوجه الحقيقي للسلطة الحالية في إغلاق الفضاء العام بما كان يفترض، يعني وضع هؤلاء المعارضين في السجن. للأسف اليوم عندهم 6 أشهر في السجن. والسؤال الأساسي الذي يطرح لهنا، هل أن مقابلة سياسيين لدبلوماسيين أجانب هو فعل مشروع وقانوني أم لا؟ الإجابة واضحة، ومرجعنا بالمنطق القانوني البسيط هو المجلة الجزائية. المجلة الجزائية لا تجرم مقابلة سياسيين تونسيين لدبلوماسيين أجانب، وهذا ما حصل في السنوات الأخيرة وليس فقط، بل تلت عهد الاستبداد أن المعارضين يلتقيوا مع دبلوماسيين سواء في احتفاليات الأيام يعني الوطنية لهذه السفرات أو لتبادل الآراء والمستجدات، وهذا أمر طبيعي يعني ولم يكن موضع سؤال في أي فترة من فترات تاريخ تونس بتقديري. ولكن رئيس الجمهورية اعتبر أنه مجرد عقد هذه اللقاءات هو جريمة
في هذه القضية، يعني هؤلاء يعني السياسيين أكدوا أن لقاءاتهم مع هؤلاء الدبلوماسيين كانت في إطار استطلاع الوضع العام، بل أن العديد من هذه اللقاءات كانت لقاءات علنية وتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي وما هيش سرية، بل صارت في مقرات معلومة. وفي القانون التونسي نأكد ونعاود أنه حجة أن مجرد مقابل دبلوماسي أجنبي ليست قارنة للقيام أو لقيام أي جريمة. من الواضح منذ 25 جويلية اللي السلطة القضائية اللي أصبحت وظيفة في دستور رئيس الجمهورية أصبحت تحت قصف السلطة السياسية اللي اليوم تمارس مش فقط في مجرد تعليمات بل في تهديدات مباشرة وتم تنفيذها. لهنا نحب نذكر بمجزرة الإعفاء القضاة في الصيف 2022 اللي رغم خذوا أحكام من المحكمة الإدارية في إيقاف التنفيذ لم يتم تطبيقها من السلطة التنفيذية. رئيس الجمهورية واصل في بث منخات الخوف والترهيب في صفوف القضاة المباشرين. في قضية التآبر بالذات نحب نذكر أنه رئيس الجمهورية خرج وقال أن من سيبرئهم فهو شريك لهم، وهو تهديد مباشر وواضح للقضاة المباشرين في هذا الملف، طبعا بدون الحديث عن ضرب ضمانات الاستقلالية الوظيفية والهيكلية للقضاة في جميع الإجراءات التي أخذها رئيس الجمهورية. في كل هذا المناخ للأسف اليوم القاضي لا يمكن أن يباشر أي ملف، وخاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي العام بكل حياد وبكل استقلالية، لأن اليوم آلة السلطة التنفيذية تمارس في الترهيب ضدهم، سواء عبر الصلاحيات اللي مكنها رئيس الجمهورية بنفسه بإعفاء أي قاضي بدون حتى تطبيق مبدأ المواجهة، وبالهرسلة عن طريق التفقدي العام اليوم بوزارة العدل وضرب الحق النقابي. نحب نذكر وبالخصوص لهنا استهداف رئيس جمعية القضاة التونسيين كان رسالة واضحة للقضاة وتهديد لهم، وهذا يؤشر أنه اليوم الوضع القضائي لا يمكن أن يؤدي إلى إصدار أحكام أو قرارات هي وليدة ضمير هذه القضاة بقدر ما هي وليدة تهديدات هذه السلطة السياسية اللي مطالبة اليوم برفع يدها على القضاء.